الخبر الاول اللي عادنا عن اسو شنو صار ويا امها. فنزل شويه ستوريات يا حبايب جاب بيها من داخل المستشفى وقاعده تقول بيها انه هي صار امها بالمستشفى هوايه واطباء ما كانوا يعرفون شنو بيها، ولكن الحمد لله حاليا صارت تتحسن، طلع بيها التهاب. طبعا حبايب قلبي شكرا على كل واحد سال علي، لان صار لي كم يوم غايبه. طبعا ماما صار لها اسبوع بالمستشفى، وتخيل اول كم يوم ما حد يعرف شنو بيها ماما، درجة حرارة مرتفعة، بس الحمد لله اكتشفوا انه ما عندها التهاب حاد بالرئة، والحمد لله قاعد تاخذ العلاج الصحيح وشوي شوي تتحسن. فحبايبي شكرا 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 لكم ولسؤالكم، لان ماما كلش تعبانه واحنا بالنا يمها، دائما يمها بالمستشفى نشوفها. واخر شيء ختمت بهذا الستوري كانت كاتبه بي محتاجه دعائكم حبيبتي ماما ترجعي لنا بالسلامه. فالحمد لله على السلامه وان شاء الله تتحسن بسرعه. وقت ولا تنسون يا حبايب تدعوا لها بالكومنتات انه الله يشفيها يا رب. وننتقل حاليا نورمال نزل شويه ستوريات عشان يقول بيها انه هو شويه ضايج من المتابعين بسبب انه هو كل ما قاعد يصور بنيه معينه المتابعين مالته قاعدين يروحون يتهجمون عليها، وهذا الشيء قاعد يضايقه شويه انه قاعد يقطع علاقاته ويا البنات او الاشخاص اللي يتعامل وياهم، فيطلب المتابعين يوقفون هذا الشيء. شوف الستوري يا جماعه الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. انا حاب احكي لكم موضوع كثير هام، بتمنى انكم تشوفوه وتتابعوه للاخر. ليك انا بعرف انه انتم بتحبوني كثير وبتغاروا علي كثير، مشان هيك انتم عم تعملوا هذا الشيء، بس الموضوع عم بيأذيني وعم زيد عن حده الصراحه. من يومين معلقت صوره معلقت لي ممثله كثير بحبها ومعروفه، واصلا كثير حلو انك تعلق لك ممثله، فالناس عم بغلطوا عليها بالتعليقات وعم يهددوها بالخاص وقلب شغله. فاجت لعندي حكت لي انه ليش هيك، عيب انا قد يعني انتم قد اولادي وهي كبيره بالعمر، فما حلو تعملوا هالطريقه وانت عم تخربوا علاقاتي مع الناس، وانا هدول الناس انه عادي بحبهم وفي كثير اصدقاء شغل وهيك، فما حلو الطريقه اللي عم تصير. والصراحه كثير كثير عم بنأذى من هالقصة القصه، فانا حكيتكم لانه انتم عيلتي الثانيه فبتتفهموني بتحبكم، فبتمنى ان حاج هذا الشيء. صدقوني انا ما بطلع مع شخص او او بنت او هيك تكونوا رفقات عمل فقط. ف ايش وضعك يا اسطى؟ فبتمنى انكم فهمتوني واعتذروا له. اعتذروا له. بظن وصلتكم للفكره يا جماعه. ثاني انا هسه عايز افهم، بس ليه زعلان؟ ليه زعلان؟ شوف علقت لي مثلا، بعثوا لي مثلا بنات هيك رفقات بالسوشيال ميديا. ايوه. او ممثله مشهوره، بيجوا متابعينها انه بحبوني بغاروا علي فبسبوها وبغلطوا عليها وبهددوها بالخاص. لا لا غلط. اللي بيحبوا ما يغلطش في حد. عشان عم بقطع لي علاقتي معهم، يعني انه عم يكرهوني هذوليك. بعدين كل واحد كل واحد كل واحد بحاسب على كل كلمه بيعملها. كل كومنت بيكتبوا حاسب عليه. ليش تحكي حاجه؟ سافر الولد دوت اخرب بره اللي قبل اصلا. فخلص يعني انا بحبكم وبتعرفوا انتم هذا الشيء، مستحيل احب حدا غيركم، فلا تسبوا الناس اللي بعلقوا لي مثلا او اللي بحكي معهم او اللي بصوروا بالستوري معي، لانه جد انه عم ببين قدامنا انا كثير انه هيك، عرفت شلون؟ فشكرا كثير لكم. فيا احبابي يا ارواحي، انتم بهالطريقه عم تخربوا علاقاتي كثير مع ناس يعني لدرجه كبيره. اسمع تفتكر مرة جيت قلت لك واحدة صديقتنا علقت عندك وبهدلوها؟ صح. اوكي يبقى انتم يا جماعة في ناس بيكونوا بيحبوه، انتم كده بتقطعوا علاقته مع صح. الناس اللي ممكن اصلا ما قابلهم من اللي انتم بتعملوه ممكن ما يقابلوه، خافوا يطلعوا معي. هيخافوا 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 حرفيا هيخافوا. فبليز انف كافي، يعني هالشيء بأثر عليك كمان بالمستقبل الصراحة يعني. ننتقل حاليا لانس واصاله واغنيتهم الجديده، فنزلوا شويه ستوريات يعلنوا من خلالهم راح ينزلون اغنيه جديده، ولكن يا حباب هالاغنيه راح تكون بالانجليزي، راح تنزل على قناتهم الاجنبيه، تنزل يوم الاحد هذا او الاحد اللي وراه، ومن الواضح انه راح تكون كلش ناريه. فاللي صار انه مو انه ما صار شيء، تاجلت بس اسبوع وميلا ما حد خلينا نحكي، فبس عرفوا انه تاجلت اسبوع وان شاء الله حتنزل مو يا الاحد هذا يا الاحد اللي بعده، فاستنوه على القناه الاجنبيه غنيه الصور الجديدة، ما تقولوا لحدا بس إذا هيك ارموا هنتات هيك للعالم تضايقوا وندوخوا بالإنجليزي. yes. so, yes. كتير متحمسة لحتى غنية. yes. غنية كتير حلوة على فكرة. ويا ننتقل حاليا لغايه مروان ونورمان والتقاهم ويا بعض والمقالب والاشياء الضحك اللي صارت بيناتهم، فنزلوا شويه ستوريات عشان يسوون مقالب ببعض ويضحكون، وطبعا من الواضح انه حيصورون لنا مقاطع ناريه وخرافيه، اكو راح تكون ستوريات تشوفوها. خلينا نعمل تحدي الغباء مع غيس. غيس ايه واحد واقع من الطابق. استنى اذا بجاوب يعني غبي انا ولا ذكي؟ غبي ذكي. اوكي اذا واحد واقع من الطابق سبعه ليش؟ ما مات ليش؟ ليش انت تجاوب مره واحده اوصل على الارض؟ لا هيك الله بده. طب اسمع اسمع، طب واحد ماشي عادي ومات ليش؟ هيك الله بده. لا طب عليه ابو الطابق سبعة. شت اجى على الناس اللي ورا. بما انه تحدي غباء انا بدي اسالك،
في بطة كانت عم تمشي على السور، وقعت ليه؟ بطة عم تمشي على السور وقعت؟ ايه صحنا لا خلص السور. طيب ليك في صيني طلع على القمر شو صار؟ ناقص واحد من الصين. طب طب ليك في سوري طلع على القمر شو صار؟ لا لا الصيني فوق. نختم اخر شيء بقمر مار، وهل هي رح ترجع الفريق نور مار؟ فنزلت شفت ستوريات شنتو يا محمد ابا من حوالي يومين يا حبايب قاعدين يفطرون، فهون المتابعين صاروا يسالون ليش هم قاعدين يتقون يا بعضهم اصدقاء، وقاعد تصير مفاوضات ان هي ترجع الفريق. فما ادري صراحه كنا حابب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع. بس راح حبايبنا وصلت المقطع، من عجبكم لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات، وبس تشاركوا في هذه المقاطع من القصص. مع السلامه.